على مدار 4 أيام وبمشاركة أكثر من 600 عارض، منهم 150 عارضا جزائريا، افتتح الصالون الدولي للصناعة الغذائية جزاجرو أبوابه في طبعته 21. هاد الصالون هذا كاين فيه 600 إكسبوزان، وفي هذو كاين 150 إكسبوزان ألجيريا، والآخرين كامل أوروبيين. احنا نحوسوا على لي زالجيريان يجيو يشجعوا لي زيكسبوزون الجيريان لي فابريكون الجيريان. حنا هو سي تري امبورطون باسكو لا فابريكاسيون راهي ديفلوبا في الجزائر. جينا نشوفوا هنا على كلكو ماشين ولا على لومبالاج باسكو سي انتريسون بور نو. الحمد لله في الحقيقه بون ما عنديش بزاف ملي دخلت انا في الحقيقه، واش راني نشوف كاين بوكو بلوس لي زومبالاج، كاين دي ماشين، كاين بون دي بروديكتور دار لي زيترونجي، كاين ثاني بزاف لي بروديكتور الجيريان. الشركة القابضة أجروديف من بين الشركات التي سجلت حضورا مميزا في الصالون. الشركة التي تسعى من خلال هذه المشاركة للبحث عن شراكات جديدة والترويج لمنتوجاتها، خاصة وأنها تضم عديد الفروع وتشتغل في مجالات غذائية عديدة. الشركة القابضة أجروديف تساهم دائما بالمشاركة في هكذا معارض من أجل الترويج للمنتجات الخاصة بالشركة، ومن أجل كذلك التعرف على بعض العملاء الذين يمكن لهم أن نتعامل معهم في إطار البارتنارية شراكة وفي إطار كذلك الترويج لمنتجاتنا. بالنسبة لفروع الشركة القابضة أجروديف هي 6 خاصة بالصناعة التحويلية للحبوب، ولكن يوجد فروع أخرى كذلك خاصة بالتوزيع والتعبئة، فرع آخر كذلك يوجد فرع للجودة والمخابر الفيزيوكيميائية من أجل جودة المنتوج. وكذلك استطاعت الشركة في خلال مدة 2 أن تعيد نشاط بعض الوحدات التي كانت متوقفة، كما استرجعت مصانع أخرى وهي فروع جديدة. شركة أجروديف التي عملت مؤخرا على استحداث عديد الفروع مما سمح بتنويع منتوجاتها بشكل كبير، إلى جانب تطوير شبكة التوزيع المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، هذا بالإضافة إلى عمليات التصدير العديدة التي قامت بها الشركة لعدة دول إفريقية وأوروبية. بالنسبة للسوق الدولية، الشركة القابضة لها خبرة في هذا المجال، بحيث هي تعمل على تسويق منتوجاتها من بينها عصائر القاوس والمصبرات إلى عدة دول في الخارج خاصة إفريقيا. ففي السنة الماضية تمت عمليات وصفقات تصدير إلى كل من موريتانيا وتونس وليبيا، وكذلك في أوروبا إلى كل من فرنسا وإسبانيا، وحتى في أمريكا بالنسبة للولايات المتحدة وكندا. يشكل هذا الموعد السنوي فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومهني قطاع الصناعة الغذائية للتعريف بمختلف منتجاتهم وتبادل الخبرات مع نظرائهم الأجانب وخلق شراكات ذات منفعة متبادلة فيما بينهم.